كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين. وأشار الرئيس السيسي إلى ما تم بين البلدين من تنفيذ للمشروعات القومية الطموحة، ومنها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات. انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في إفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين.